السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم أعزائي الطلبة. سوف نشرح اليوم درس في الجغرافيا الطبيعية أجا 211، الدرس العاشر، الوحدات التضاريسية الكبرى. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يقارن بين أنواع التضاريس القارية وخصائصها. 2. يحدد أنواع التضاريس الموجودة في قيعان البحار والمحيطات وخصائصها. 3. يحدد على الخريطة التضاريس القارية والتضاريس في قاع البحار والمحيطات. المقدمة: سوف يتعرف في المقدمة الطالب التضاريس القارية وتضاريس قيعان البحار والمحيطات. التضاريس القارية ثلاثة أنواع: الجبال، الهضاب، السهول. تضاريس قيعان البحار والمحيطات أربعة: الأرصفة، الأحواض المحيطية، الوهاد البحرية، السلاسل الجبلية. النشاط الأول: التضاريس القارية. اقرأ في الخريطة ثم أجب عن الأسئلة التالية من خلال الصورة: 1. عرف مصطلح الجبال. 2. اذكر أمثلة على أهم الجبال على سطح الأرض. عزيزي الطالب، انظر إلى الألوان الموجودة لدينا في مفتاح الخارطة، سوف تتعرف من خلالها على موقع الجبال في العالم. الإجابة: الجبل هو كل شكل مرتفع عن سطح الأرض يشرف على ما يحيط به من تضاريس. الجبل يتعدى ارتفاعه عدة مئات من الأمتار، يمكن أن تتسع لتشكل سلاسل من الجبال لتمتد حتى آلاف الكيلومترات. أهم السلاسل الجبلية في العالم لدينا جبال الهيمالايا وجبال الألب وجبال الأنديز وجبال الأطلس. أنواع الجبال من حيث تكوينها: لدينا ثلاثة أنواع رئيسية لأنواع الجبال. أولاً الجبال البركانية، الجبال الانكسارية، الجبال الالتوائية. ما هي خصائصهم وما هي الأمثلة عليهم؟ الجبال البركانية نشأت بفعل البراكين وتراكم حمم اللافا على جوانبها. من أمثلة الجبال البركانية: جبال الإتنا في إيطاليا، جبال الفوجي في اليابان، جبال التبستي في شرق أفريقيا. ثانياً الجبال الانكسارية ناتجة عن حركة الماغما الصاعدة في باطن الأرض التي تؤدي إلى انكسار القشرة الأرضية وتباعدها. تتشكل الجبال على الجوانب المنكسرة من الأرض، مثل الجبال المشرفة على البحر الأحمر شرقاً وغرباً، الجبال الموازية لأخدود الإفريقي. ثلاثة الجبال الالتوائية ناتجة عن التواء الطبقات الرسوبية وارتفاعها جراء تصادم الكتل في باطن الأرض. تتنوع أشكال الالتواءات في هذه الجبال وتكثر التصدعات فيها، مثل جبال الهيمالايا، جبال الألب، جبال الأطلس، جبال بلاد الشام، جبال كردستان. ننتقل إلى النشاط الثاني. 2. الهضاب. انظري إلى المستند الذي أمامك، اقرأي الخريطة ثم أجيبي عن الأسئلة التالية: 1.
عرف الهضبة. 2. اذكر بعض مميزات الهضاب في العالم. انظري إلى اللون المشار له بالأصفر. الإجابة: الهضبة هي أرض مسطحة قليلة الانحدار ذات أودية عميقة. الهضبة تصلح للزراعة في الأقاليم الرطبة وشبه الرطبة، وللرعي في الأقاليم الجافة. أنواع الهضاب: عندنا ثلاثة أنواع من أنواع الهضاب: هضاب التعرية أو ما تسمى بالحت، هضاب البنيوية، الهضاب البركانية. ما هي خصائصها وأمثلة عليها؟ هضاب التعرية أو ما تسمى بهضاب الحت: أولاً، تتكون من بقايا الكتل الجبلية القديمة جداً التي هدمتها عوامل التعرية وسوت سطحها. تحفر الأنهار فيها في بعض الأودية لديها. من أمثلتها هضاب إفريقيا السوداء، الهضاب الكندية، الدرع الكندي. 2. الهضاب البنيوية هي الهضاب التي بقيت على شكلها رغم عوامل التعرية التي تعرضت لها فلم تتغير. مثال: هضبة شبه الجزيرة العربية، هضبة الدكم في الهند، هضبة الأناضول في تركيا، هضبة التبت في آسيا. 3. الهضاب البركانية كيف حدثت؟ نتجت عن تراكم حمم اللاذة وانسيابها على مساحات واسعة من الأرض. مثال: هضبة حوران في سوريا، هضاب شرق أفريقيا. ننتقل إلى النشاط الثالث: السهول. اقرأ الخريطة ثم أجب عن الأسئلة التالية: 1. عرف المقصود بالسهول. 2. اذكر بعض مميزات السهول في العالم. انظر إلى اللون الأخضر في مفتاح الخريطة. الإجابة: السهل سطح قليل الانحدار تتخلله أودية قليلة العمق. تغطي أغلب السهول تربة صلصالية أو رملية. تنساب في بعض السهول أنهار أوديتها ليست عميقة، مكونة منعطفات أو مستنقعات قام الإنسان بتجفيف الكثير منها واستغلالها للزراعة. السهول بعضها تتميز بتربة خصبة صالحة للزراعة. أنواع السهول: لدينا نوعان، سهول التعرية أو ما تسمى بسهول الحت، وسهول التراكم الفيضية. خصائصها: سهول التعرية أو الحت هي سهول سوتها عوامل التعرية كالأنهار وألسنة الجليد والرياح. من أمثلتها سهل الأمازون عند أقدام جبال الإنديز، وبعض السهول الصحراوية. سهول التراكم أو الفيضية كيف تكونت؟ تكونت نتيجة تراكم مواد التعرية في المنخفضات قليلة العمق. مثال: سهل الصين الشمالي، دلتا النيل في مصر، سهول بلاد الرافدين، سهل البو في إيطاليا، السهل الأوروبي الكبير. ننتقل إلى النشاط الثاني لأنواع التضاريس في قاع البحار. النشاط الثاني: التضاريس في قيعان البحار والمحيطات. اقرأ الخريطة ثم اجب عن الأسئلة التالية: 1. ما المقصود من تضاريس قيعان البحار والمحيطات؟ 2. اذكر أسماء التضاريس في قيعان البحار والمحيطات من خلال الرسم. يمكنك عزيزي الطالب أن تستمد بالإجابة من مفتاح الخارطة. الإجابة:
تتألف قيعان البحار والمحيطات من تضاريس شبيهة لتضاريس اليابس، وتتأثر بالالتواءات والانكسارات والزلازل والبراكين، وفيها السهول والأحواض والهضاب والسلاسل الجبلية. أنواع التضاريس في قيعان البحار لدينا الأخدود، الوهاد المحيطية، الرفاف القارية، المنحدر القاري، الحوض المحيطي، الجزر، الجبال المحيطية. أنواع التضاريس في قيعان البحار والمحيطات لدينا أربعة أنواع رئيسية. النوع الأول الرفاف القارية أو ما تسمى بالأرصفة. النوع الثاني السلاسل الجبلية. ثلاثة الأحواض المحيطية. أربعة الوهاد البحرية. الرفاف القارية أو الأرصفة خصائصها هي امتداد للقارات تحت مياه البحار والمحيطات، تبدأ من الشاطئ وتمتد حتى عمق 2000 متر، وتعتبر مركز مهم. لماذا؟ مركز مهم للثروة السمكية، وأيضا هو مركز غني بالثروة المعدنية. مثل ماذا؟ مثل القصدير في سومطرة، والنفط في الخليج العربي وبحر الشمال. تنتهي بمنحدرات كبيرة تفضي إلى الأعماق، هي المنحدرات القارية. السلاسل الجبلية ترتفع في قاع البحار والمحيطات، تشبه الموجودة على اليابس، إلا أنها أكثر اتساعاً وأكبر حجماً. تتكون من صخور بركانية أو مرجانية أو رسوبية. من أهم أنواعها بركان جزر هاواي، حيث يصل ارتفاعه إلى 9450 متر، وهو من أعلى الجبال في العالم. الأحواض المحيطية تنحصر بين أقدام المنحدرات القارية، أي بين الحواجز الجبلية المحيطية. يتراوح عمقها بين 4000 متر و 6000 متر، تشكل تقريباً 83% من مساحة قيعان البحار والمحيطات. الوهاد البحرية هي عبارة عن أخادي شديدة الانحدار وعميقة جداً، تضيق كلما اقتربنا من الأعماق. يختلف عمق الوهاد من محيط إلى محيط آخر. أهم الوهاد وهدة ماريان في المحيط الهادي، يصل عمقها إلى 11521 متر، وهي الأعمق في العالم. انتهى الدرس، شكرا لكم للإصغاء.